بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع المحاضرة رقم 7 الخاصة بحل اختبار فاينل يناير 2018، وذلك ضمن سلسلة حلول اختبارات البري كالكولس. نبدأ بسؤال رقم 7، بيقول لي 8 اكس باور 4 زائد 6 اكس سكوير ماينس 3 اكس بلس 1 اوفر 2 اكس سكوير ماينس اكس بلس 2 ايكوال. احنا عارفين لما بنيجي نقسم فانكشن على فانكشن فانكشن على فانكشن بيطلع لي كوشنت اللي بسميه كيو اوف اكس، اللي هو ناتج القسمه، ناتج القسمه زائد ريميندر اوفر نفس الدينومينيتور نفس الاتش اوف اكس. يبقى لما بقسم بولينوميال على اتش اوف اكس على فاكتور على فانكشن بتطلع حاجه من اتنين، او بتطلع حاجتين، الكوشنت لازم الكوشنت اللي هو ناتج القسمه والريميندر. طيب ف ازاي بنقسم؟ طبعا احنا بنقسم بطريقتين، اما اللي احنا يعني نستخدم اللونج ديفيجن او نستخدم ساينثيتك ديفيجن. لو دي معادله من الدرجه الثانيه يفضل اللونج ديفيجن، بدل ما لو احنا استخدمنا الساينثيتك ديفيجن هنستخدمها على مرحلتين، فيفضل اللي احنا لو كان دي معادله من الدرجه الثانيه نستخدم على طول ايه اللونج ديفيجن، لو معادله من الدرجه الاولى نستخدم ممكن الساينثيتك ديفيجن. طب تعالى هنا نقسم ازاي. طبعا بكتب البسط الاول مقسوم على المقام، بختار اكبر ترم من هنا واقسمه على اكبر ترم من هنا، يعني بقول 8 اكس باور 4 ديفايدد باي 2 اكس سكوير، 8 على 2 فيها ال 4 واكس باور 4 على اكس باور 2 باكس باور 2. تمام؟ يبقى 8 اكس باور 4 على 2 اكس باور 2 ايكوال 4 اكس ايه؟ 4 اكس تربيع. همسك ال 4 اكس تربيع دي اللي طلعت واضربها في كل الترم ده. يعني اضرب 4 اكس سكوير في 2 اكس سكوير طلعت 8 اكس باور 4. 4 اكس سكوير في ناقص اكس طلعت بناقص 4 اكس كيوب، 4 اكس سكوير في 2 طلعت ب 8 اكس سكوير. بعد ما اعمل كده اغير الاشاره، يعني اللي موجب اخليه سالب واللي سالب اخليه موجب، وبعد كده اعمل ايه؟ اجمع مع اللي فوق. يبقى تاني بسرعه كده، 8 اكس باور 4 على 2 اكس تربيع طلعت 4 اكس تربيع، امسك ال 4 اكس تربيع واضربها في كل الترم ده طلعت لي كل المعادله دي، اغير اشارتها واجمعها مع اللي فوق. طبعا 8 اكس باور 4 ناقص 8 اكس باور 4 راحت، 6 اكس باور 2 مناقص 8 اكس باور 2 طلعت سالب 2 اكس تربيع، الناقص 3 اكس تنزل زي ما هي عشان ملهاش نظير هنا، الواحد تنزل زي ما هي وال 4 اكس تكعيب تنزل زي ما هي. امتى اقول انا خلصت؟ لما الاقي الباقي ده الريميندر ده درجته يعني اعلى باور في المعادله اللي فيه اقل مش يساوي، اقل من اكبر باور هنا. يعني بمعنى هنا فين اكبر باور؟ 3، وهنا فين اكبر باور؟ 2. يبقى لسه ما خلصتش المساله. اخلص امتى؟ لما تكون اكبر باور هنا 1 واكبر باور هنا 2، او اكبر باور هنا 3 لكن اكبر باور هنا 4. يبقى امتى اخلص؟ لما الاقي ان اكبر باور هنا اقل من اكبر باور هنا. عموما هكمل ايه؟ نفس اللي عملته فوق، اروح عند 4 اكس تكعيب اقسمها على 2 اكس تربيع، 4 اكس تكعيب تقسيم 2 اكس تربيع، ال 4 على 2 فيها ال 2 والاكس تكعيب على الاكس تربيع فيها الاكس، طلعت لي كام؟ 2 اكس. اضرب 2 اكس في 2 اكس باور 2 طلعت ب 4 اكس تكعيب، نفس الكلام اضربها في كلها، 2 اكس في ناقص اكس بسالب 2 اكس تربيع، 2 اكس في 2 ب 4 اكس، اغير الاشارات واجمع مع اللي فوق، ده راح مع ده اكس تكعيب راحت مع اكس تكعيب، ناقص 2 اكس تربيع راحت مع زائد 2 اكس تربيع، ناقص 3 اكس وناقص 4 اكس بقت ناقص 7 اكس، وواحد تنزل زي ما هي. الباور بتاع الريميندر بتاع الباقي ده اكبر باور 1 وهنا اكبر باور 2، يبقى ستوب اقف هنا. اتفقنا ان المعادله على معادله عباره عن كوشنت ناتج القسمه زائد ريميندر. يبقى انا اقدر اكتب المعادله الاساسيه هذه الصوره، الكوشنت هو الترم اللي فوق ده اللي هو 4 اكس تربيع زائد 2 اكس، زائد الريميندر هو الناتج اللي بيطلع، ده الريميندر وده الكوشنت، ده الريميندر وده الكوشنت، يبقى 4 اكس تربيع زائد 2 اكس زائد ناقص 7 اكس زائد 1 اوفر نفس القيمه اللي كنت بقسم عليها 2 اكس تربيع ناقص اكس زائد 2. لو انا دورت فين الاقي الناتج ده يا ترى؟ مش عند الاي طبعا ولا عند البي، 4 اكس تربيع 2 اكس ناقص 7 اكس زائد 1 هو عند السي، يبقى الانسر هي سي. نستفيد من هذا السؤال ان قسمة معادله على معادله ثانيه في طريقتين للقسمه، في اللونج ديفيجن اللي احنا استخدمناها، في حاجه اسمها ساينتيتك ديفيجن اللي احنا ان شاء الله بعد كده هناخدها قدام.
واي معادله تقسيم معادله دايما بيطلع لي حاجتين كوشنت وريمنتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.